وبعد الكثير من الانتظار والسؤال حول كيفية بدء الهجوم الروسي، أتت الإجابة من سلوفيانيتسك وكراماتورسك. تتقدم إليها القوات عبر ثلاثة محاور: الجنوب من أزيوم بعد أن سيطر عليها الروس بالكامل، والشمال من دونيتسك، والغرب من سيفيرودونيتسك. الطريق الذي نقل القوات إلى كريمينيا أول منطقة تسقط منذ إطلاق معركة الشرق، ولكن لماذا سلوفيانيتسك وكراماتورسك؟ المدينتان المتجاورتان في عمق الخطوط الأوكرانية تملكان مفتاح السيطرة على دونباس، وسيدخل الروس أيضا زاباروجيا على خط القتال، سيدخلوها إلى خط القتال بهجوم سيأتيها من الجنوب، وهذا بحسب تقارير استخباراتية بريطانية. السيطرة على المناطق الثلاث أصبحت أكثر سهولة الآن كونها تقع ضمن نطاق التحركات الجوية لقاعدتي ميليروفو ومونوزوفسك، موطن فوج الطيران 559، حيث الطائرات المقاتلة سوخوي 30 وميج 29. إذن غطاء جوي يدعم فتح الطرق والتطويق والحصار من خلال تقسيم المناطق تماما كما حدث في ماريوبول. لكن من قال إن الأوكرانيين غير مستعدين لهذه الخطة؟ فإذا كان الروس سيحاصرون المدن فوق الأرض، فالأوكرانيون سيتحصنون بمتاهة مترمية الأطراف من الخنادق والمخابئ، تشكل العمود الفقري للدفاعات الأوكرانية. خط النار سيكون خندقاً بطول 150 كيلومتراً وعرض 4 أمتار حول دونيتسك. لحقه بناء العديد من الخنادق وأحدثها في منطقتي بخمود وبارفينكوف شمال الإقليم، وهذه الأخيرة سيطر عليها الروس. لكن هذه هي الخطة الأوكرانية: إعاقة المدرعات والتحصن من المدفعية وتنفيذ هجوم مضاد في طريق الخروج من الخنادق في حال الحصار.